بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الطلبة، حضرتنا اليوم إن شاء الله عن صناعة الخبز وموضوع الإنزيمات في صناعة الخبز Enzyme in Bread Making، وهذه المحاضرة الأولى على الموضوع. إن شاء الله هيكون في محاضرة تانية على نفس العنوان ونفس الموضوع. بالنسبة للخبز، نحن نعرف الخبز فيه عدة أنواع كتير، في منها البلدي والصناعي، في منها الخبز بطرق عديدة، خبز الطابون أو خبز بواسطة الكهرب إلى آخره. لكن بالدرجة الأولى في عنا اللي هو مكون أساسي للخبز، اللي هو الطحين أو العجين. العجينة هذه بتتشكل على شكل أقراص، وبتم إيش خبز اللي هي بواسطة الحرارة خبز الخبز. بشكل عام إن شاء الله محاضرتنا بتتركز على اللي هو استعمال الأنزيمات في عملية تحسين جودة الخبز، الجودة من ناحية حجم الخبز، من ناحية التكستشر الملمس أو القوام السوفتنس النعومة، أو من ناحية بياض الخبز. إحنا حنحكي إن شاء الله على أنزيمات من الدرجة الأولى هي الألفا فانجل أميليز، الزيلانيز، الليبيز، الفوسفوليبيز، والأكسيدو والجلوكو أكسيديز. ده هنشوف هذه فيها عدة مكونات من تحسينات، على كلهم بيختلفوا في طرق تحسين اللي هو جودة الخبز من ناحية الخبز الخبز، وبالتالي بنحصل على نتائج. النتائج هذه بتختلف من إنزيم إلى آخر، في شيء بيزيد في الحجم، في شيء أكتر بيزيد في اللي هو عملية التكشر الملمس، أو في ناحية السوفتنس، ناحية نعومة الخبز. لكن بدي نحكي إن شاء الله من البداية، والبداية إنه إحنا بنعرف إنه عملية الخبز baking is a common name for production of baked goods، اللي هي goods اللي هي المنتجات such as bread, cake, باستريز معجنات، البيسكيتس الكراكرز المقرمشات، الكوكيز البايز الفطائر، اند تورتيلاس اللي هي الخبز الدجاج اللي احنا بنعرفه كلياته. طبعا الناحية الانزيمية يعتبر الويت فلور اللي هو الدقيق او الطحين، هو الشيء الاساسي او الشيء الاساسي للانزيمات، ويعتبر انزيم سبستريت، يعني انزيماتنا هتعمل على الدقيق لتنتج المنتوج. طب احنا من وين نجيب الدقيق؟ هذا بنجيبه من اللي هو القمح، والقمح فيه عدة انواع وفيه عدة اسماء له. القمح المستخدم اللي هو تريتيكوم اللي هي ستيفيوم، او دورم اللي هي ويت، قمح تريتيكوم دورم. وهذا نوعين المنتجات اللي بينتجوا، أو نوعين الأساسي من النباتات اللي بنستخلص منهم القمح وبنعمل منه الدقيق أو الطحين. Bread is a product of baking a mixture. طبعا الخبز هو عبارة عن خليط. الخليط هذا يخبز، الخليط هذا هو عبارة عن فلور طحين ووتر ماء سولت ملح وخميرة، وبعض الأحيان يضاف عليه بعض الإنجريدينت أخرى لتحسين طعم وجودة الخبز. The basic process involves mixing ingredient until the flour is compared to dough. الكلمة هذه تلفظ على شكل دو، وإذا إحنا حابين نتذكرها دائما اللي هي نحن ما نقول دونات أو نعمل دونات، فدو معناتها العجينة، followed by baking اللي هي الخبز، the dough into a bread. لكن بشكل أساسي البريد أو الخبز دو، عجنة الخبز must be elastic، لازم تكون مرنة. المرونة العجنة هذه لازم تكون بسبب إنه elastic dough has the strength to hold the gases produced while rising and stable enough to hold it shape and cell structure. احنا بنعرف الرغيف على شكل دائري، ولما نخبزه احنا بينتفخ. ليش؟ لانه العجنة نفسها لها القدرة على المرونة للحفاظ على الغازات اللي تكونت اثناء تخمير العجينة او العجنة، وبالتالي احنا اثناء خبزه على النار بينتفخ وبياخذ الشكل وبياخذ اللون اللي احنا بنعرفه. احنا حكينا الاساس الاساسي في عملية صناعة الخبز هو
القمح. فالقمح زي ما احنا بنعرف، القمح حبة القمح إلها ستراكشر معين، الويت كيرنل إلها ما يعرف بالإندوسبيرم في الداخل، وفي إلها قشور في الخارج، وطبعا مش قشرة واحدة، البران هذا مش جزء واحد، عدة أجزاء. ما أنتم شايفين في حوالي 5 أو 6 أجزاء أو قشور هذه في حبة القمح الواحدة. في عنا جنين القمح، وهذه كلهم إلهم مواصفات بالدرجة المعينة. فالإندوسبير بيعمل حوالي 83% من حبة القمح، الجنين القمح حوالي 3%، والقشور حبة القمح حوالي 14%. طبعا القمح هو يعتبر ميجر كروب، المحصول العالمي اللي بينتج حوالي 550 مليون طن سنوي، وهذه كمية كبيرة جدا لصناعة الخبز. طبعا في المناطق المعينة، في ربما ناس بتعتمد على خبز القمح أكثر، في منهم بيستعمل الذرة، وفي بعضهم بيستعمل أشياء أخرى لصناعة الخبز. Compare with corn and rice، سواء القمح أو الخبز. والقمح contain a unique gluten forming protein، فيه بروتين خاص في القمح يسمى الجلوتين، وهذا هو اللي الأساسي في عملية الخبز نفسه. آر ستريكت لك اللي ترتبط لك إيش، له علاقة وثيقة بعمليات الخبز. من ناحية الكونسيونتس للقمح، في عنا الفلور، الدقيق بيحتوي بشكل أساسي على النشا، وإحنا كل موضوعنا إنه كيف نعالج النشا هذا حتى نعمل خبز. فمين برودكت آر ستارش حوالي 70 لـ75%، البروتينات في الدقيق أو في الطحين حوالي من 9 لـ14%، الليبيد حوالي 1 لـ3%، نون ستارش كاربوهيدرات 1 لـ2%، الأشيز اللي هو اللي هي 0.5%، and موتشر الرطوبة فيه 13 لـ14%. ما دام احنا بنحكي على الجزء الاساسي هو الستارش، فالستارش احنا بنعرفه زي ما درسنا في الكيمياء الحيوية 1 is consist primarily of دي جلوكوز بوليمر، هو عبارة عن بوليمر من الدي جلوكوز linked together by alpha 1,4 and alpha 1,6 glycosidic bond. In starch there are two type polymer، الأميلوز والأميلوبكتين. احنا بنعرف هذا هو الأميلوز، وهذا لما يصير فيه تفرع اللي هو أميلوبكتين. لكن هنا بدنا ننتبه، يمكن نسمعها لأول مرة، احنا كنا نحكي على الأميلوز هو linear chain، لكن الآن حتسمع انه هو بيعمل كمان، بيعمل على شكل هيليكال، على شكل دائري، له مواصفات بيخلي اللي بدنا نحكي عليها ان شاء الله الآن. من ناحية المواصفات schematic representation of amylose، احنا بنعرف هذا هو، ولكن وفي الأميلوبكتين، هذول كيف مرتبطين مع بعضهم البعض بروابط اللي هي من نوع ألفا 1,6، واللي بس التفرع هذا بيحصل كل حوالي 25 لـ30، يعني كل 25 لـ30 وحدة بصير في عنا تفرع، وكمان التفرعات، فالتفرعات زي ما انتم شايفين هذول حوالي 25 لـ30 بصير في عنا تفرع، كمان بنمشي 25 لـ30 بصير في تفرع، كمان 25، وبالتالي هذا هو الشكل العام للستارش. بالتالي الأميلوبكتين والأميلوز، احنا بدنا نيجي نشوف مواصفاتهم بالتحديد التنتين، او الفروقات اللي بينهم الأميلوز والأميلوبكتين. من ناحية الشيب، هما اللي الأميلوز سنشالينيان، لكن الأميلوبكتين هو برانش لينكج في الأميلوز ألفا 1,4، ولكن هنا انتبهوا كمان بلس اور ماينس 1 لكل 1000 وحدة بيصير عندي ألفا 1,6 في تفيلد في الاميلوز، ولكن الاميلوبكتين احنا بنعرفه في الفا 1,4، ولكن في الفا 1,6 كل ايش؟ كل 1 لـ25 وحدة بصير عندي الفا 1,6. الموليكولار ويت يختلفوا عن بعضهم البعض، الفيلم اللي هو سترونج اللي هي لو احنا نعمل منه طبقة معينة، لكن هنا في الاميلوبكتين ويك. جيل فورميشن الشكل الجيل فيه اللي هو فيرم صلب، اللي هو نان لينك اللي هي soft، بيكون اللي هي الكالر with iodine blue، لكن اللي لا واسطة الايودين في الاميلوبكتين يطلع عندي red لا brown. Although amylase
Amylose is usually illustrated as linear chain. The molecule is often helical. زي ما حكينا إنه في عندي بصير في عندي التفاف في الشكل العام للأميلوز. The inner helix contain hydrogen bond atom that can be considered as hydrotrophic, hydrophobic. Hydrophobic يعني لا يحب الماء، وبالتالي الالتفاف هذا في الأميلوز له صفة إنه الهيدرو Phobic. This in turn allowed amylose to form complex with free fatty acid. يعني الشكل هذا للاميلوز بخلي الارتباط بالاميلوز بالاحماض الدهنيه. Fatty acid components in certain in some alcohol and also iodine. Complexation with lipid is a especially well known property of amylose helix، وبالتالي بيعرف على الاميلوز. And can alter properties of starch، وهذا اللي بيخلي الأميلوز يأخذ صفات معينة بالنسبة للنشا، such as gelatinization temperature، تصير على شكل الجيلاتين، viscosity and حاجة إحنا بنعرفها جديد لأول مرة أو بنسمع فيها retrogradation، وهذه حنحكي عنها كمان شوية. Native starch granules are insoluble in cold water، نحن بنعرف النشا في لا يذوب في الماء البارد. However, upon heating, the water granules undergo substantial changes resulting in complete change in the properties and behavior. احنا بنعرف ان النشا هو لا يذوب في الماء البارد، ولكن اذا سخنا الماء بيبدأ النشا يذوب، وبالتالي بتتغير صفاته بشكل عام وبتغير تصرفه. This irreversible process is named as gelatinization. تغيير في الصفات هذه بنسميها احنا نتيجة التسخين اللي هي جيلاتينيز، عملية الجلتنة للنشا. Which when in wheat color between اللي هي 52 ل 85 درجة، لما نرفع درجة الحرارة بصير عندنا الجيلاتينيزيشن. طيب ايش اللي بيحدث بالضبط في عملية التسخين during heating in water؟ linear amylose and amylopectin start to leak out. مع تسخين درجة حرارة الماء بتم ان الاميلوز والاميلوبيكتين يخرج من الشكل الاساسي او من التركيب الاساسي للنشا، وبالتالي بتخرج من الجرانيولز او بتدوب يعني بمعنى اصح. هذا في البداية during heating، لكن after heating بعد احنا ما نبطل التسخين solubilize starch polymer and remaining insoluble granule fragment start to reassemble. بالتالي اللي ما دابش او ما خرجش من التركيب الاساسية من حبيبات النشا بده يعاود يعني يركب حاله من اول جديد، او عامل يعمل تشكيلي من اول جديد into an organic structure again. Ultimately اللي هو crystalline اللي هو عملية البلمرة إلها وعملية تكوين الحبيبات أو الكريستالات in form. This process known as retrogradation. Retrogradation هي عملية اللي هي إعادة تشكيل أو إعادة الشكل الأساسي للحبات النشا، هذه اللي بتصير فيها. Linear amylose molecule have the greater tendency to reassemble and for crystalline and gel structure and then the larger molecule of pectin. اللي هو الاميلوز هو بالاساسي اكثر من الاميلوز في عمليه الريترو جراديشن، وبالتالي هذه اللي هي بتسبب بعض اللي هي الصفات الغير حميده او غير محببه للعمليه. This process retro gradation is a close link to problem stalling in baked product. هذه هي اللي يعني احنا لما نقول نسخن الخبز، الخبز يكون طري ويعني وله صفات معينة، لكن العملية لما تتوقف عملية التسخين او الحرارة تبدأ العملية تحدث اللي هي بعملية الريترو جراديشن. الريترو جراديشن هي عملية تسبب ما يعرف ب ستالينج اللي هي عملية فساد للمنتج. بريد رابيدلي لوس اتس فريشنس، الخبز بيفقد اللي هي النضوج تبعته او ال subject
مايكروبيال سبولج اللي هو بيكون عرضة ل اللي هي الميكروبات changes in flavor في الطعم and في الملمس كمان other than due to microbial solid taking place during storage are common called stilling. This phenomena which make bread hard تصبح الخبز صلب. يعني احنا اذا بطلنا الصلع الخبز في البداية بنشوفه لين وطري لما يخرج من الفرن، ولكن بعدها بيتم جفافه بصير قاسي وصل. often اللي هو attribute to starch retrogradation، وهذه العملية الستيلينج اللي هي أو التالف هي عملية كيميائية فيزيائية في الخبز والأطعمة المتقلة من صياغتها الخبز يصبح جافا والقاسي. كمان بنحكي على في البروتينات القمح جليتين. الجليتين هو is seen as most important governing bread making quality، هو الأساسي في تحديد جودة الخبز. A high protein content is related to a good bread making، كل ما كان البروتين أكثر وكل ما جودة الخبز أكثر. الويت فلور طحين القمح بروتين. البروتينات have been classified into four types based on their behavior and water، اللي هي الألبومين soluble in water، الجلوبيولينز soluble in salt solution، الجليادينز اللي هي soluble in 70% ethanol، and الجليتانين partly soluble in diluted acid or alkaline. When flour is mixed with water, viscoelastic mass is formed. The from the mass starch can be washed out and gliadin remains. احنا نعرف انه الجليتين اللي هو يتكون من الجليتينين والجليادين، هم مع بعضهم البعض اشتراكهم هو بيكون اللي هو ما اللي هي المادة اللي احنا نعرفها واللي هي الجليتين، واللي هذه المادة الأساسية في اللي هو بروتينات الخبز. On a dry basis, gliadin contains around 75 ل 85 بروتين، 5 ل 15 كربوهيدرات سواء كان ستارش أو نون ستارش بوليساكارايد، 3 ل 10% ليبيد و 1 ل 2% قش. النون ستارش بوليساكارايد ال NSP طبعا هذول اللي هو originate from the cell wall of aleuron، وهذه طبعا قشرة داخلية. احنا بنعرف القشور في عدة قشور على حبة القمح زي ما حكينا عددهم تقريبا 6. القشرة الداخلية لحبة القمح بنسميها اللي هي اللي اليورون، وهذه اللي هي تقريبا موجودة على الاندوسبيرم اللي موجود في الداخل. الـ NSP represent different polysaccharide متكامل كبيرة. One group of polysaccharide is built up on by pentose sugar، سكر خماسي، سكريات خماسية أو سكريات سداسية. These are called pentosans and the main component are pentose sugar ribose الA رفضنا بالرمز أو زيلوز بالرمز A، وبالتالي the structure of arabino زيلان اللي هي AX تنتين هذول مع بعضهم البعض is a linear backbone of beta 1,4 linked xylose residue carrying single arabinose residue on their C3 position or both C2 اللي هو كربون رقم 2 أو كربون رقم 3 في أو كربون رقم 3 و2 مع بعضهم. The molecular weight of AX اللي هي اللي حكينا عليها الأرابينو زيلانز حوالي من 20,000 ل 5 مليون دالتون. together اللي هي with cellulose اللي ال AX والزيلون اللي هي الزيلون والبيتا جلوكان والعربي جالاكتوكان بيبتايد and other minor constituent like جالاكتومانون اللي هي مانوز أو جلوكومانوز مانون أو زيلو جلوكان are referred to as NSP. هذه هي إيش اللي هي نان ستارش بولي سكرات سكريات غير اللي هي النشوية. some arabinose residue are ester with ferulic acid Fe
زي ما حنيجي نشوف. فهذه كلها هي المركبات مرتبطة مع بعضها، في هذا هو الفيريوليك أسيد ارتبط معاهم، وهذا إيش بشكل عام موجود بلانت زيلان ستراكشر ويد بوندد باوند اللي هي فيريوليك أسيد. طبعا هذه المواقع اللي بتصير في عليها تكسير في الأنزيمات اللي بتكسر الروابط هذه، زي ما بقول الفا دي جلوكورونيك سيديز ليديز ديز اللي هي بتكسر، أو إندوكسي لا نيزيزيز بتكسر في الروابط هذه أو المواقع الأخرى. من الدهون اللي موجودة في أيضا حبات القمح اللي هي فلاور ويت فلاور ليبيد فورم هايلي هايت هيتيروجينس جروب، فيها عدة أنواع من الليبيدات جروب مولكيول والديفرنت كيميكال ستراكشر اند كومبوزيشن. The lipid can be divided into three lipid and bounded lipid. Both fractions contain polar and non-polar component. Polar lipid can be divided into a glycolipid and phospholipid. Polyglycolipid are composed of monogalactosyl diglyceride أو diglyceride digalactoacyl اللي هي diglyceride DGC، أو الفوسفوليبيد كلاسز ليبيدز اللي هي ليسو فوسفو فوسفاتيدل كولينز أو فوسفاتيدل كولين لوحدها بدون ليسو، وبالتالي هذه هي كلياتها بولر. أما النون بولر اللي هي التراي جليسرايد الدهون الثلاثية أو الفاتي أسيدز اللي هي بشكل أساسي لينوليك أسيد أر ديماند بالميتيك أند أوليك أر فاوند إن لور ليفل. Polar lipids are known to play a role in the stability اللي هي يعني استقرار أو العجن اللي من العجين اللي بنحكي عليها and the process tolerance of yeast and lipid baked product the ability to polar flour lipid and lipid mono layer at the gas liquid انترفيرنس. اللي بدات هذه بتكون في المنطقه اللي بتكون فيها السائل والغاز في داخل رغيف الخبز لما تصير في عمليه انضاج للعجنه. عندنا من الانزيمات اللي احنا بنحكي عليها اللي هي بتاثر على عمليات صناعه الخبز انزيم ان بريد ميكينج بيكري المخابز المنتوجات المخبوزه هاف اندرجون راديكال بروفن اللي هي inequality over the last 10 years. صار في عنا تحسين لنوعيات الخبز وجودة الخبز خلال 10 سنوات الماضية من ناحية الفليفر، من ناحية الطعم، من ناحية التكشر الملمس، أو من ناحية الشلف لايف اللي هي قديش بده يعني يصبر عنا الخبز فيه اللي هو بدون ما يفقد صفاته الأساسية اللي هي بنسميها على الرف، يعني حياته على الرف اللي هي أثناء تخزينه قبل عملية البيع. The use of enzyme is biggest contributor of these improvement. التحسينات حصلت كلها هي على صناعة الخبز باستخدام اللي هو الأنزيمات. All these enzymes together play an important role in maintaining bread volume حجم الخبز crumb softness اللي هي التراوت أو نعومة اللي هو اللب أو الكراست كريسبنس اللي هي القرمشة الجزء الخارجي من رغيف الخبز أو الكراست كولورينج اللون اللي احنا بنعرفه لون الخبز. الكراست هي القشرة الخارجية دائما، فالكراست كولورينج هي لون، أو البراونينج أو البراونينج اللي هي اللون البني اللي بياخده رغيف الخبز. and maintaining freshness اللي هي تراوت أو الفريشنس لا للخبز. بشكل عام الأنزيمات اللي حكينا عليها اللي هي الأميلوز البروتييز الزيلينيز والأكسيديز أو اللايبيز، هذه كلها هي من ناحية الإمبروف جليتين نتورك جاز ريتينشن انكريز فوليوم إمبروف كولر أند فليفر إمبروف كرامب أند ستراكشر إمبروف شيلف لايف برودكت. زي ما احنا بنلاحظوا الوحيد اللي فيهم اللي بيعمل في إطالة عمر اللي هو الشيلف لايف هو ايش
الأميلوز، لكن هو بيعملش في يعني تحسين اللي هو شبكة الجلوتين الموجودة فيها. تقريبا اللي بياخد مواصفات كلياتها ما عدا الشلف لايف هو اللايبيز. في عنا فيه بيعملش إلا اللي هو الكرامب ستراكشر، واللي ما بيعملش إلا الكلر. فزي ما انتم شايفين التابل هذه فيها لها صفات مختلفة، في منهم فيش أنزيم بشكل عام كامل بياخد كل الصفات هذه كلياتها. الأميليز ناقص اللي هو الامبروفمنت للجلوتين نتورك، أما اللايبيز ناقص اللي هو إيش للشيلف لايف اللي هي امبروفمنت. بشكل عام لو بدينا في اولهم اللي هو الاميليزز، الاميليزز الفا اميليز بياخذ الرمز اي سي 3211، ار سنتر انزيم ويتش ار موست فريكوينتلي يوز ان بيكريز، في المخابز يستعمل بكميات كبيره. The reason for this are their positive influence on الحجم، الحجم واللي هو الكرامب جران اللي هو حبيبات اللب، حبيبات اللب اللي موجود فيها الكراست اند كرامب كلر تلوين القشرة واللب او تحميرها، الفليفر ديفلوبمنت تحسين في الطعم، انتي ستيلينج لإفكت اللي هي الحفاظ على نضارة اللي هو الخبز. الكلاسيفيكيشن للأميليزز اللي هو الأميليزز belong to the family of glucohydrolases الجي اللي هو جي اتش in the structure of amino acids on structural of amino acid similarities beside alpha amylases. في عندي أنواع كثيرة من الأميليزز، في عندي الألفا أميليزز، في المالتوجينيك أميليز، في البيتا أميليز، في الأميلو جلوكو سيديزز، في عندي أيضا اللي هو بوليلينيزز أو بوليلينيز أند أيزو أميليز. هذه الأنزيمات المختلفة كلياتها لها تفاصيل من ناحية اللي هي وين بتكسر الروابط اللي فيها. أنا بعرف كمان مرة الشكل الأساسي للستارش اللي هو الشكل هذا، في عندي لينير وفي عندي تفرعات في ألفا وان سيك زي ما احنا بنعرف. فلو جينا للأول عن الألفا أميليز، الألفا أميليز له تأثير على الستارش بشكل عام، الأميلويز الأميليز والأميلوبيكتين، فهو بيكسر وبيديني المنتج اللي فيها اللي هي الشورت تشين، شورت تشين ديكسترين. هذه الحبتين هذول مع بعضهم احنا بنعرف مالتوز، جلوكوز وجلوكوز يعني مالتوز كويس. الاشياء الاخرى هذه هي عدد محدود من اللي هي السكريات احنا نقول عليه ديكسترين. وبالتالي هذا ايش بالتالي الاند برودكت الاخر برودكت باي مالتوجينيك اميلوز مالتوز مالتوز اند مالتودكسترين، يعني عدة الوحدات هذول مع بعضهم البعض. لأنه ليش؟ لأنه اثنين هذا اللي هو المالتوجينيك أميلوز كسر وين؟ كسر في المناطق اللي زي ما انتم شايفينها، في المناطق اللي احنا بنقول عليها المناطق هذه، فأدى اللي هو انه تكوين وحدات من الدكسترين. احنا شايفين في كنا شايفين في الـ في الأميلوز الأميليز كان في رقم واحد في عدة أماكن بيكسر وين؟ في رابطة ألفا 1-4. وبالتالي and beta amylase action only in on maltose. وبالتالي الجزء الثالث الأميلو جلوكوسيديز، جلوكوسيديز اللي هي بيكسر رقم 3 زي ما عندنا ملاحظين رقم 3 في أطراف المركب، وبالتالي المنتج النهائي له ايش؟ النهائي له جلوكوز، وحدات جلوكوز، ربما الجلوكوز او نون ريدوسينج جلوكوز الفا 1-4 جلايكوسيديك لينكج او الفا 1-6 لينكج. النوع الثالث النوع الرابع سوري اللي هي البرودكت جنرالي باي بولي ليز اي ايزو اميليز، في عندي ايش اللي هي مركبات اللي هي ديكسترين كاملات. Alpha amylase as endo-acting enzyme that randomly hydrolyzes alpha 1-4 glycosidic linkage with polysaccharide resulting in short chain dextrin and thus allowing yeast to work continuously during the fermentation, improving and the early stage in baking. This result in improving
ريد وليم اندي كرام. وبالتالي احنا زي ما نعرف تكسير السكريات هذه الى ديكسترين او السكريات بيخلي الخمائر تنمو في داخل العجنة، وبالتالي تكون الغازات اللي احنا بنعرف عليها في اثناء صناعة الخبز. هذا الكلام اللي حكيناه قبل شوي، الالفا اميليز ديجريد دامج ستارش، يعني ديجريد يعني يكسر اللي هو النشا ان ويل ذا فلاور انتو اسبوديكسين، thus allowing yeast to work continuously during the fermentation proving and the early stage of baking. This improve, result in improved bread volume, ikram texture. In addition, small oligosaccharide and sugar such as glucose maltose produced by amylase enhance reaction for browning. Brown taxi اللي هو ايش؟ اللي هو تحمير واكتساب اللون البني لعملاء الخبز كراست and baked flour. If amylase content is low, this lead to low dextrin production and اللي هي and poor gas production. كل ما كانت كميات الأميليز قليلة كل ما كانت جودة الخبز تكون أقل، وبالتالي كمية إنتاج الجلوكوز بتكون أقل، وبالتالي كمية إنتاج الغاز بتكون أقل. This in turn result inferior quality reducing size and poor crust color. Alpha amylase one of main affecting reduction dot viscosity اللي هو الألفا أميليز بيقلل عملية اللي هي الزوجة during starch gelatinization of non damage starch granule start في اللي هو على 55 درجة مئوية. This leads to amylose leak out of granule initial meeting melting of amylopectin crystallize. This event lead to sharp increase in the viscosity with thermal over the open spring اللي هو open spring احنا اللي بتعمل اللي هو اللي هي الفرن او ربيع الفرن بنسميها، يعني العجن لما تكون ناعجن احنا الخبز ونخمره في الرغيف ونحطه على النار تلاقي اللي بدأ ينتفخ، هذا بنسميها الاوفن سبرينج. When alpha amylase attack gelatinization this will result in prolong open spring and thus large volume. وبالتالي كل ما كان عملية اللي وجود كميات الالفا اميليز اكثر كل ما كان حجم الخبز اكثر. هذا بوضح لنا كمان الفا اميليز in bread making the amount of damaged starch is dependent on the whole milk variety especially on milling condition. طبعا احنا عشان الاميلوز موجود وبالتالي اذا كنا الطحن عملية طحن القمح دقيقة اكثر كل ما زودنا من كميات الاميليز موجودة في الخبز. extensive degradation damage starch due to high level of alpha lead to sticky. احنا بنلاحظ لما نبدأ نعجن في الطحين بيكون اللي هو العجنة بتكون لزجة وبالتالي للعمليات، وبالتالي انت لو اخذنا اللي هي تحسين عمليات تحسين الخبز حجم الخبز بواسطة الالفا اميليز بنلاحظ زي ما انتم شايفين في الصورة هذا كنترول هذا الحجم الطبيعي بدون اضافة الالفا اميليز. لما اضفنا الالفا اميليز زاد الحجم وزاد اكتر لما احنا استعملنا اللي هو جينيتيك موديفايد الفا اميليز بكميات اكبر. الفوليوم اند كرام ستراكشر امبروفمنت بتزيد العملية هذه في نوعين من الخبز، النوع الاول والنوع الثاني اللي هي specific volume increase اللي هي دو ستيكي اللي هي لزوجة العجنة. لزوجة العجنة لما نحكي احنا سكور 5 is not sticky، بالتالي احنا قريبين في الحالة هذه. كل ما كان اضفنا اكثر اللي هو اللي سكور 5 is not sticky يعني هنا لما نكون هنا، وبالتالي العملية اللزوجة بتقل وبالتالي بتصير فيها لما استعملنا اللي هو is most sticky أكثر في الحالة اللي هي الفلور التاني. Undistilling enzyme الأنزيمات اللي احنا بدنا نحافظ عليها ونحسن فيها جودة الخبز بنمنع من عملية ايش؟ Stilling اللي هي وبالتالي changes that are observed are crumb firming increase crumb texture hardness increase in opacity اللي هي زيادة التعتيم يعني يصير لون الخبز أكثر معتم. الكرام بلس عندي كراست
كريبنس اللي هي disturbance of fresh bread flour and appearance of stale bread flour، فساد الرغيف الخبز أو العجنة. All these factors result in loss consumer acceptance and product. كل العوامل هذه اللي بتصير في عملية فساد اللي بتخلي المشتري أو المستهلك يمتنع عن استعمال خبز، وبالتالي بتقلل العمليات البيع. وبالتالي احنا عشان نحافظ على الخبز بدنا نستعمل الاستراتيجية اللي احنا بنعرفها، استخدام الانزيمات في تحسين اللي هو جودة الخبز. starch retro gradation is seen as the main factor responsible for observed changes. كل هذه الاختلافات. The maltogenic amylase has thermostability which is in between those functional alpha amylase and bacterial amylase. Therefore, enzyme is able to reduce regradation, retrogradation of amylopectin. الانزيمات هذه كلها هي اللي استعملها زي ما انتم ملاحظين اللي هو بتساعد في التخفيف من الاثار او التقليل من عملية ريترو جراديشن للأمايلوبكتين. للانزيمات اللي احنا بنعرفها الالفا اميليز، الالفا اميليز سواء كان من الاسبرجيلس اورجس او الاسبرجيلس نيجر او المالتوجينيك اميل الفيز او بيتا اميليز اللي هي فروم ويت، كمان مره في منهم. من ناحيه الميكانيزم اندو الوحيد اللي عنده اللي هو اكسو ان اندو اللي هو الميتالوجينيك الفا اميليز انترميديت واللي على السوفننس اكتر، وعلى السبرينجنس اللي هو في اثناء الخبز بيكون ايش له تاكتيل اكتر. وهذه زي ما احنا ملاحظين هي اكتر شيء ايجابي للموضوع. زيلانيزيز اللي هي بنتونيزيز اند زيلانيزيز ارابينو زيلانيزيز اور هيتيرو هيمي سيلوليزيز ريفير اد زيلانيزز اللي هي انزيمات زيلانيزز سيجنيفيكانتلي امبروف جلوتين كواجوليشن ليد تو بيتر بريد ميكنج كواليتي. وهذه كلها زي ما انتم ملاحظين في الفيجر هذا او في الرسم هذه، بالنسبه للفوليوم انكريز يزيد الحجم، ولكن لما نستعمل كميات بروتينات اقل. فزي ما نشوف شوز ذات بوزيتيف افكت زيلانيزز از مور برونونسد وين بريد از ميد with low protein flour. وبالتالي كل ما كان كمية البروتينات في الخبز أكثر أقل، بكون كمية حجم الخبز إيش أكبر. زي ما أنتم ملاحظين هنا 8.2 هنا 11، فكان الحجم أقل شيء لما كان في عندي زيادة في البروتينات. فإذا استعملنا الأنزيمات هذه واستعملنا كميات أقل من البروتينات، بناخد حجم إيش أكثر في عملية في الخبز. ليش؟ لأنه هو improve gelatin coagulation. هذه كمان مرة لو استعملنا، شفنا بالشكل الأساسي استعملنا هذا الكنترول، شايفين الحجم قديش، لكن لما استعملنا زيلينيزيز سواء كان اللي هو طبيعي أو اللي هو موجود genetic modified organism asparagillus، كان في عنا زيادة في حجم أكثر. فإفكتير دو handling properties stability and oven spring and volume. كليات هذه من صفات اللي هو الانزيمات الزيلانيز. Thank you and end of this lecture. ان شاء الله في المحاضرة الثانية هنكمل على موضوع تحسين جودة الخبز وصناعة الخبز باستخدام الانزيمات. شكرا لكم.